مشي النداء صاحبي جاي على عيادتي خاصة عملية دي صرعة الكبد، ما خليت فيه نجلس فيها، ما خليت فيه نمشي في المغرب يعني مبقيناش كنديرها، مبغاوش يشدوها ليا مبغاوش يديروها ليها. جيت حتى السبتة قالوا لي حنا متحملوش المسؤولية ديالها وهي مغربية، سيري رجعي البلاد سيري عند الملك ديالك موقف معاك. أنا كنوجه النداء لصاحب الجلالة، هو يعتق لي بنتي راه مبقاش عندها الوقت، كيقولوا أنا بقى عندها الشهر، خلال شهر خصها دير العملية. أنا كنوجه لك النداء يا صاحب الجلالة باش تعتق لي بنتي. كنوجه لك نداء صاحب الجلالة، هاد البنت كتموت إلا ما تنقدها وتعتقها، مبقاش عندها الوقت وتعمل عملية زراعة الكبد في أقرب وقت ممكن. حنا طرقنا جميع الابواب في المغرب، ودابا جبنا لسته قالنا سيروا الملك ديالكم يدير لكم العمليه، هو عنده فلوس، مشيو على الملك ديالكم اجيو اش كتجيو اش كتجيو عندنا ويخرجوها علينا. كنتمنوا من صاحب الجلاله يسمع هذا النداء ديالنا ويوقف مع هذه البنيته. الله ينصرك سيدنا، الله يحفظك.